بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنات الطالبات، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. نكمل في هذه المحاضرة مبادئ خدمة الجماعة. سنتناول اليوم مبدأ من مبادئ خدمة الجماعة، وهو مبدأ الأهداف المعينة. طبعا هذا المبدأ يقوم على أنه للأخصائي الجماعة أهداف، وللجماعة أهداف، ولعضو الجماعة أيضا أهداف. فمثلا أخصائي الجماعة له أهدافه اللي ممكن هذه الأهداف يعني يحددها للجماعة وتعمل الجماعة على تحقيقها وهكذا. وهدف هذه الأهداف التي يحددها الأخصائي هو نمو الجماعة، مساعدة الجماعة على النمو والتقدم. طبعا هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا نتيجة لعوامل ثلاثة. هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق أو تنمو وتزدهر وتتقدم إلا بنتيجة لعوامل ثلاثة. ما هي هذه العوامل الخاصة بالأهداف اللي بحددها الأخصائي الجماعة؟ أول عامل هو فلسفة الأخصائي في الحياة. نعم، فلسفة الأخصائي هي بتحدد لنا الأهداف الخاصة بالجماعة، الفلسفة التي يؤمن بها، معتقداته، قيمه، هذه كلها يعني بتحدد لنا الإطار العام للأهداف اللي ممكن يحددها الأخصائي الاجتماعي لمساعدة الجماعة. الناحية الثانية يا بنتي، مسؤوليته نحو الجماعة التي تحددها وظيفة المؤسسة، ووظيفته أيضا كموظف يعمل في المؤسسة ويمثلها. المسؤولية، مسؤولية اللي هي مسؤولية الأخصائي أو أخصائي الجماعة نحو مين؟ نحو الجماعة. وهذه طبعا مين اللي بتحددها هذه المسؤولية؟ هي وظيفة الأخصائي، وظيفة المؤسسة كذلك، وظيفة الأخصائي ووظيفة المؤسسة. ووظيفة الأخصائي باعتباره أنه موظف في هذه المؤسسة، فلذلك بيستمد الأهداف الخاصة بالجماعة من وين؟ من أهداف المؤسسة أيضا، لأنه بيعمل على تحقيق أهداف المؤسسة وهكذا. إذن مسؤوليته نحو الجماعة، وهذه المسؤولية يستمدها من خلال وظيفته كأخصائي اجتماعي أو أخصائي جماعة. وأيضا الوظيفة الثانية اللي هي يستمدها أيضا من اللي هي المؤسسة وأهداف المؤسسة. لابد أن يكون تطابق بين أهداف الجماعة وأهداف المؤسسة التي يعمل فيها الأخصائي الاجتماعي. طيب العامل الثالث، أيوة يا بنت اللي ورا، حاجات الجماعة كذلك. ولذلك من هنا الأهداف هذه اللي ممكن تكون نتيجة لحاجات الجماعة وأهدافها، حاجات الجماعة علشان تشبه حاجات الجماعة وتحقق أهداف الجماعة. فلذلك الأهداف التي يحددها الأخصائي بالنسبة للجماعة ويساعد الجماعة في تحقيقها هي من أجل ماذا؟ من أجل يعني إشباع حاجات الجماعة وأعضاء الجماعة. في عندنا أيضا الأهداف الخاصة بالجماعة وأعضائها. في الأهداف، نعم، هذه الأهداف طبعا تختلف عن بعضها البعض، إلا أنه من الضروري ألا يكون بينها صراع وتنافر. وهذه طبعا تختلف من جماعة إلى جماعة أخرى، هذه الأهداف الخاصة بالجماعة وأعضاء الجماعة. في عندنا أيضا أهداف قصيرة المدى وأهداف بعيدة المدى أو طويلة المدى أو بعيدة المدى. هذه الأهداف القريبة، هنا طبعا للأخصائي في أهداف قريبة. ما هي الأهداف القريبة عند عمله مع الجماعة؟ يا بنتي، مساعدة الأعضاء. واحدة منكم تتكلم. مساعدة الأعضاء ليتقبل بعضهم البعض. إذن التقبل أول شيء، الأخصائي أن يساعد الأعضاء في تقبل بعضهم بعضا. أيوة. الثاني، أيوة يا بنتي، مساعدة الجماعة لممارسة أوجه النشاط التي تشبع رغباتهم وتوفر للأعضاء الشعور بالتحصيل. مساعدة الجماعة لممارسة النشاط اللي بتشبع الرغبات وتوفر للأعضاء اللي هو الشعور بالتحصيل والتعلم وهكذا. طيب في عندنا أهداف أيضا بعيدة المدى.
للأخصائي، ما هي الأهداف بعيدة المدى؟ أيوة بنتي، مساعدة الأعضاء على النمو ليصبحوا مواطنين صالحين. إذن أول شيء مساعدة أعضاء الجماعة على النمو، والهدف من ذلك هو تحقيق، هو مساعدة العضو على أن يكون مواطنا صالحا في المجتمع. هذه من الأهداف بعيدة المدى، مساعدة عضو الجماعة على أن يكون مواطنا صالحا، هذا هدف من الأهداف البعيدة اللي بسعى إليها الأخصائي. ماذا أيضا؟ مين؟ تفضل يا بنتي. يساعد الجماعة لتنمو وتصبح خلية تنظيمية سليمة في المجتمع. كذلك من أهداف البعيدة المدى أخصائي الجماعة بيساعد الجماعة لتنمو وتصبح خلية تنظيمية سليمة في المجتمع، ما تكونش خلية فاسدة، تكون خلية إيه؟ سليمة، مفيدة للمجتمع، خلية سليمة. ماذا أيضا من الأهداف بعيدة المدى؟ تعمل على تحقيق الأهداف البعيدة. طبعا برضو من أهداف بعيدة المدى، لأنه يعني يساعد الجماعة على تحقيق الأهداف قريبة المدى كلها، وهكذا هذه كلها بتكون أهداف بعيدة المدى يسعى إلى تحقيقها أخصائي الجماعة. طبعا ممكن يكون للجماعة أيضا أهداف قريبة وأهداف بعيدة، أهداف قريبة وأهداف بعيدة. فمثلا ممكن الجماعة من أهدافها القريبة أنها تفكر في عمل رحلة، هذا يعتبر هدف قريب، ممكن نعمل الرحلة اليوم بكرة في خلال أسبوع، هدف قريب. لكن هذا الهدف القريب ممكن يعني يقودنا إلى أهداف أخرى نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا الهدف القريب. طبعا الهدف من ذلك ممكن يكون هدف بعيد، إن نعود أعضاء الجماعة على كيفية التكيف مع مع اللي هي جو الرحلة، ومع البيئة التي يذهب إليها أعضاء الجماعة، ومع التضاريس إلى المكان الذي تذهب إليه الجماعة. فلذلك من هنا هذا قد يكون هدف بعيد، لكن الهدف القريب هو القيام بالرحلة، لكن الهدف البعيد هو نعود أعضاء الجماعة على تحمل المسؤوليات، ونساعدهم على كيفية التصرف أثناء الرحلات المستقبلية، وكيفية التكيف مع البيئة اللي ممكن يكونوا رايحين رحلة إليها، ممكن تكون البيئة صحراوية، ممكن تكون جبلية، ممكن تكون بحرية، رحلة إلى البحر وهكذا. للشباب ممكن هناك يتعلموا، الهدف البعيد يتعلموا فن السباحة لوقاية أنفسهم من إيه؟ من الغرق وهكذا. ممكن أيضا رحلة أخرى تكون لجو البر مثلا، الرحلة البرية لتعود الشباب أو الشابات على التكيف مع الجو، البيئة البرية والخلاء وهكذا. هذا هدف بعيد يعتبر، وهذا من أجل صقل هذه الجوانب لدى أعضاء الرحلة. فلذلك الهدف القريب هو رحلة، لكن الهدف البعيد هو تحقيق أهداف الرحلة بعيدة المدى في تحمل المسؤوليات، التعاون مع الأعضاء، كذلك التكيف مع البيئة، بيئة المجتمع الخاصة بهذه الرحلة، التعرف على بيئة المجتمع. هذه من الأهداف بعيدة المدى. ولذلك اليوم يعني معظم الرحلات اللي كانوا يذهبوا إليها الشباب وهم صغارا، اليوم يتذكرون هذه الرحلات وفيها انطباع عن هذه الرحلات، عن أماكن بلادهم وقراهم ومدنهم وهكذا، والأماكن الأثرية اللي فيها. فلذلك هذه يعني بتكون رحلات مؤثرة. لما يكونوا مثلا أعضاء من مدينة غزة يذهبون إلى رفح ويشاهدون مدينة رفح وما فيها من طبيعة، من أراضي وزراعة وغير ذلك، هذه كلها يعني بتكتسبوا معرفة عن معالم مدينة رفح. وكذلك الشباب من مدينة خان يونس عندما يأتوا كرحلة إلى مدينة مثلا بيت حانون وهكذا في أقصى الشمال، بتعرف أيضا على طبيعة البلاد. فهذا هو الهدف البعيد، لكن الهدف القريب هو رحلة، هو القيام برحلة وهكذا. طيب طبعا ممكن تكون الجماعة لها كهدف بعيد وهدف إيه، وممكن تكون الهدف القريب، والأهداف القريبة هي التي توصلنا إلى الأهداف البعيدة. أيضا لكل عضو من أعضاء الجماعة له أهدافه،
كل عضو أيضا، مش الجماعة بس ككل وأهداف الجماعة، لا كل عضو على انفراد يكون له أهدافه. فلذلك هنا العضو بيلتحق بالمؤسسة ليستمتع بوقت الفراغ، يمارس أنشطة متعددة، نشاط رياضي، ثقافي، اجتماعي، فني إلى غير ذلك وهكذا. لكن ممكن هو يكون الهدف ليس هو النشاط فقط، لكن يسعى إلى هدف بعيد المدى من هذا النشاط، مثلا أن يكون ماهرا في نشاط معين، بحيث أنه لو ذهب إلى هذه المؤسسة وقام بنشاط الرياضي في كرة القدم هذا يعتبر إيه؟ هدف قريب. ولكن هو يسعى إلى تحقيق هدف بعيد. ما هو الهدف البعيد؟ أن يكون لاعبا على مستوى الوطن، أو لاعبا دوليا على مستوى العالم، هذا ما يسعى إليه. إذن هذا هدف قريب ولا بعيد؟ هدف بعيد، لكن الهدف القريب هو أن يشترك مع الجماعة في نشاطها الرياضي. واضح؟ هكذا. ولذلك أي نشاط آخر نفس الشيء، فيه هدف قريب وهدف إيه؟ بعيد. الذي يمارس هواية الفن الرسم مثلا، هواية الرسم، تحقيق الرسم، هذا إيش؟ يعتبر قريب، لكن هو يسعى إلى أن يكون رساما في الفن، في التربية الفنية والرسم والخط وغير ذلك، وهكذا في كل نشاط. كذلك الأنشطة الثقافية والمسابقات الثقافية، هذه أهداف قريبة للجماعة، العضو الجماعة أن يشترك فيها، لكن هدفه أن يكون عالما، أن يكون عالما وهكذا. إذن الأهداف القريبة عند العضو توصله إلى تحقيق الإيه؟ الأهداف بعيدة المدى. طبعا هنا الأخصائي لابد أنه يساعد العضو أيضا في تحديد الأهداف الخاصة به، حتى يعني يساعده على النمو والتقدم. طبعا الأهداف هذه كلها سواء كانت خاصة بالجماعة أو بالفرد أو بعضو الجماعة، لابد تكون متمشية مع حاجات ورغبات الجماعة ككل وأعضاء الجماعة وهكذا، متفقة هذه الأهداف مع قدرات الجماعة، مع خبرات الجماعة، مع إمكانيات الجماعة، مع يعني مع أيضا رغبات وحاجات أعضاء الجماعة، حتى تكون هذه الأهداف واقعية من الممكن تطبيقها. وطبعا قبل كل شيء أن تكون كل هذه الأهداف للفرد ولعضو الجماعة متمشية مع مين؟ مع وظيفة وأهداف المؤسسة بالدرجة الأولى، لا تخرج عن وظيفة المؤسسة وأهداف المؤسسة، لأن وظيفة المؤسسة وأهداف المؤسسة هي نابعة من وين؟ من أهداف المجتمع. إذن عندما نحقق أهداف المؤسسة نحن نعمل على تحقيق أهداف المجتمع في النمو والتقدم وتحقيق التنمية الشاملة. طبعا الجماعة والمؤسسة الأخصائي بكونه وحدة واحدة تعمل متضامنة مع بعضها لتحقيق أهدافها، وعلى الأخصائي أن يساعد الأفراد والجماعات لمعرفة حدودهم وقدراتهم وإمكانياتهم وأهدافهم. وهنا لابد أنه يرتب المطالب الخاصة بالجماعة. طيب طبعا لماذا يرتب هذه المطالب؟ حتى لا تكون مطالبهم مبعثرة، يوحدها من أجل أن يعمل على تحقيقها. واضح؟ بالنسبة لأعضاء الجماعة والجماعة كذلك. ممكن الأخصائي أيضا يضطر في بعض الأحيان أن يعمل على تحقيق أهدافه التي وضعها لمساعدة الجماعة وبعض أعضائها على عدة مراحل، وهذا إيش بنسميها؟ تجزيء الهدف. تجزيء الهدف يعني ممكن يكون في هدف عام عندنا أو هدف كبير، لكن ممكن نقسمه إلى ماذا؟ إلى أهداف جزئية حتى نحقق هذه الأهداف الجزئية، وإذا حققنا الأهداف الجزئية نكون قد حققنا الهدف الكلي. واضح؟ اللي هي مبدأ التجزيء، تجزيء الهدف إلى أهداف فرعية، وكل هدف جزئي يوصلنا إلى تحقيق الهدف الإيه؟ الكلي أو البعيد أو الكبير وهكذا. وهذه هي في الخدمة الاجتماعية بنسميها عملية التجزيء. عملية التجزيء، التجزيء يعني لإيه؟ للهدف
البعيد أو الكبير، واضح؟ على شكل أهداف جزئية، وهذه الأهداف الجزئية توصلنا إلى الهدف العام الكبير، وهكذا. كذلك خلاص بنكون بذلك انتهينا من مبدأ الأهداف المعينة، الأهداف الخاصة بالأخصائي، والأهداف الخاصة بعضو الجماعة، والأهداف الخاصة بالجماعة ككل. لابد على أخصائي الجماعة أن يساعد الجماعة على معرفة أهدافها وتحقيق أهدافها، سواء كانت هذه الأهداف بعيدة المدى أو أهداف قريبة المدى. نكون انتهينا من الأهداف المعينة، نأتي إلى الهدف التالي وهو العلاقة، مبدأ من مبادئ خدمة الجماعة، من خدمة الجماعة لتكوين علاقة طيبة ما بين الأخصائي والجماعة، يعني العلاقة المهنية، تسميها العلاقة المهنية. طبعا احنا عارفين العلاقة المهنية هي أن تكون ما بين الأخصائي والجماعة وأعضاء الجماعة، هذه العلاقة من أجل مساعدة الجماعة على النمو الاجتماعي وتحقيق أهداف الجماعة. طبعا هذه العلاقة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، أو التقبل أهم شيء طبعا، والتقبل يبدأ الأخصائي الاجتماعي بهذه العلاقة، تقبل عضو الجماعة وأعضاء الجماعة والجماعة ككل. ففي هذه الحالة هناك تقبل أيضا من الجماعة للأخصائي، أيضا احترام متبادل ما بين الأخصائي والجماعة وأعضاء الجماعة، أيضا الحرية المتبادلة، حرية كذلك على الأخصائي أن يعطي الحرية كذلك لأعضاء الجماعة. هذه كله بيساعد على ماذا؟ على تكوين العلاقة المهنية ما بين الأخصائي وما بين أعضاء الجماعة والجماعة ككل. هذا بالنسبة للعلاقة اللي هي الطيبة ما بين الأخصائي وأعضاء الجماعة، تقبل لابد، وإحنا عارفين يعني ممكن المبادئ كلها لها علاقة مع بعضها البعض، فلذلك من هنا، لكن أساس هذه العلاقة على أساس تكوينها بتتم على أساس التقبل المتبادل، الحرية طبعا، الثقة المتبادلة ما بين الأخصائي وما بين الجماعة. إذن أول شيء بيعمل الأخصائي اللي هي تكوين العلاقة الطيبة بينه وبين الجماعة في خدمة الجماعة، حتى يستمر أو يستمر الأخصائي في مساعدة الجماعة على تحقيق أهدافها. طبعا العلاقة هنا احنا قلنا وتكلمنا ايش بتكون العلاقة؟ شخصية والله مهنية؟ مهنية مهنية، وهذه المهنية احنا عارفينها، المهنية من أجل مساعدة العضو ومساعدة الجماعة على النمو وتحقيق الأهداف المرسومة في حدود وظيفة المؤسسة. تبنى العلاقة على أساس ماذا؟ الثقة والاحترام والحرية، الثقة المتبادلة، الاحترام المتبادل، الحرية المتبادلة بين الطرفين، بين أخصائي الجماعة وبين أعضاء الجماعة. أيضا يجب ألا، في مهم جدا هذه النقطة، ألا تقوم علاقة مالية ما بين الأخصائي وعضو الجماعة على أثر سيء، طبعا لأنه لها أثار سيئة، فلذلك لا، يعني لا تكون هذه العلاقة المادية، يعني حتى قبول الهدايا والعطايا والأشياء من هالقبيل هذه أساس مادي برضو، إحنا لا بد أن نعتذر، ولكن بطريقة لبقة عندما يقدم لنا عضو الجماعة أي هدية يعني أو جانب مالي أو غير ذلك نعتذر. وحتى كذلك لا تكون هناك علاقة مادية، يعني سواء كانت علاقة النقود، تبادل النقود أو إعطاء النقود، يعني أو علاقات مادية على شكل هدايا أو غير ذلك، هذه إحنا في العمل المهني في العلاقة المهنية لا تجوز ما بين الأخصائي وأعضاء الجماعة. طبعا ليش؟ طيب لماذا لا؟ يعني لأنه لها أثر سيء أحيانا على العلاقة. نعم نعم، طبعا هذه طبعا بتأثر على مساعدة الأخصائي للعضو الجماعة وللجماعة ككل، وبتأثر على العلاقة الطيبة بين الجماعة أو أعضاء الجماعة والأخصائي.
واضح؟ واضح. طيب مبدأ الدراسة خلاص خلصنا العلاقة، بس هاي كل مطلوب في العلاقة تكون علاقة جيدة وحسنة ما بين الأخصائي وما بين أعضاء الجماعة، وأساس العلاقة الثقة والاحترام والحرية المتبادلة، ولا تكون علاقة مالية بين الاثنين، بين الأخصائي والجماعة أو أعضاء الجماعة. ننتقل الآن لمبدأ آخر جديد، الدراسة المستمرة. نبدأ أيضا إلى مبدأ الدراسة المستمرة. طبعا وحدات الفرد والجماعة والمجتمع هذه كلها وحدات مترابطة مع بعضها البعض، لا يمكن أن تكون منفصلة عن بعضها البعض، وهي دائما هذه الوحدات المجتمع والجماعة والفرد في نمو وتطور. يعني دائما الإنسان في تطور، ما دام الإنسان في تطور إذن بيأثر على باقي الوحدات، سواء الإنسان لوحده كفرد أو في جماعة أو في مجتمع. فلذلك من هنا التغير مستمر والتطور مستمر والنمو مستمر. طبعا لتقديم أي مساعدة لأي وحدة من هذه الوحدات يجب ماذا علينا كأخصائيين اجتماعيين؟ أن ندرس دراسة يعني موضوعية ونفهم طبيعة هذه الوحدة، ندرس الفرد، ندرس الجماعة، ندرس أيضا المجتمع الذي توجد فيه الجماعة. فلذلك من هنا مبدأ الدراسة المستمرة يعتبر من المبادئ الهامة التي يستخدمها أخصائي الجماعة، وهي ليست عملية استاتيكية بل هي عملية ديناميكية مستمرة باستمرار، يعني لا تقف عند حد معين، باستمرار علينا أن ندرس ونفهم الوحدات الثلاثة اللي احنا ذكرناها. فهي عملية مستمرة، مسؤوليتها تقع على مين؟ على عاتق الأخصائي. فلذلك الأخصائي لابد أن يكون ملم بالتطورات التي يعني تتطور من خلالها الجماعة وأعضاء الجماعة، ويجب أن يؤمن الأخصائي بالتغير والاختلاف، لأن كل فرد يختلف عن الآخر، كل جماعة تختلف عن الأخرى، وكذلك كل مجتمع يختلف عن الآخر. فعندما ندرس الفرد لا نطبق هذه الدراسة على نفس الفرد الآخر، لأن كل فرد يختلف عن الآخر، وهذه الفردية من يعني موجودة لدى كل إنسان، فردية في التفكير، فردية في الشكل، فردية في الاحتياجات، فردية في الرغبات، فردية في الأفكار، فردية في الأهداف، فردية في كل شيء. يعني وإن تطابقت تبقى نسبية، التطابق نسبي وليس مطلق. حتى بصمة الأصبع. نعم. بصمة الأصبع كمان. طبعاً أما هذه فردية برضو، ما هي البصمات فردية، وهذه تعتبر معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى، إنه كل إنسان يختلف عن الآخر. صحيح. الفروق الفردية، كل واحد يختلف عن الآخر. فلذلك من هنا بنحتاج إلى إيه؟ إلى مبدأ الدراسة دائما المستمرة، وعلى الأخصائي أن يقوم بعمل الأبحاث والدراسات لكي يعرف حاجات الأفراد والجماعة التي يتعامل معها طبقا لمبدأ التغير والاختلاف. في عندنا أيضا الوسائل، الجماعة هي إحدى الوسائل الرئيسية اللي تستخدم لمساعدة الأعضاء ونموهم، لأنه بنستخدم الجماعة من خلال مساعدة العضو على النمو والتقدم من خلال البرامج اللي توضع للجماعة. فالبرامج هذه والأنشطة بتساعد العضو على ماذا؟ على النمو والتقدم. ويستخدم الأعضاء خبرات الجماعة لمقابلة إيش؟ حاجاتهم وإشباع رغباتهم المختلفة. ولذلك الفرد ينمو من خلال جماعة، نحن نولد في جماعة ألا وهي جماعة الأسرة الأولية، وكذلك ننمو من خلال الأسرة، وكذلك العضو في الجماعة في أي مؤسسة من المؤسسات هو ينمو من خلال الجماعة، ولا يمكن أن ينمو لوحده. اكتساب الخبرات والمهارات وغير ذلك هذه كلها من خلال الجماعة. فلذلك الجماعة هي مهمة جدا في حياتنا. أيضا الفرد والجماعة دائما في إيه؟ في تغير. فعلى الأخصائي أن يكون على بينة من هذا التغير. ليش حنكون على بينة ومعرفة ودراسة؟ ليه؟ نكون حتى يمكننا مساعدة الجماعة وأعضائها عن طريق البرنامج، بحيث هذا البرنامج نضع هذا البرنامج
وهذا النشاط من أجل مقابلة الحاجات وإشباع الرغبات المتغيرة، وذلك بالدراسة المستمرة، الدراسة المستمرة للرغبات والحاجات ومعرفة ما هي الأنشطة التي يرغب فيها أعضاء الجماعة والجماعة ككل. واضح؟ هي مبدأ الدراسة المستمرة، بخلينا نتعرف على الرغبات والحاجات الخاصة بالجماعة ونستخدم الجماعة من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة للتأثير على أعضاء الجماعة في إيه؟ في النمو والتقدم وأكسابهم الخبرات المختلفة. طيب، طبعا هنا في يعني ملاحظة إنه إحنا إذا أراد أخصائي الجماعة أن تنمو جماعته يجب أن يحترس من إيه؟ من نفسه، خوفا من أن تدفعه الحماسة سواء من جانبه أم من جانب الجماعة نفسها إلى إيه؟ بذل مجهود لا يتفق مع من؟ مع طاقة الجماعة وقدرة الجماعة، وفي هذه الحال تفشل الجماعة. يعني ما يكونش، لابد يكون الأخصائي على قدر قدرات الجماعة وإمكانيات الجماعة، ما يأخذ الحماس ويتسرع في عمل أشياء لا تتناسب مع حاجات الجماعة وإمكانيات الجماعة ومهارات الجماعة وقدرات الجماعة. لابد أن يمشي خطوة خطوة مع الجماعة التدرج. وهكذا أحيانا بيقبل أخصائي جديد متعين في مؤسسة جديدة، واخذ ودرس وإن بدنا نساعد الفرد ونساعد الجماعة واكسب الخبرات والمهارات ويلا وتعالوا، هذا لا، ما هو بهذا الشكل. بدنا ندرس بتأني الجماعة ورغباتها وأعضاء الجماعة ورغباتهم وإيش حاجاتهم وإيش الأنشطة الموجودة في اللي ممكن نستخدمها وإيش الإمكانيات الموجودة، بحيث أن نساعد الجماعة على ممارسة الأنشطة المختلفة ونخلي الجماعة تؤثر على أعضائها إيجابا وليس سلبا. هذا كله بيكون بإيه؟ بالدراسة والتأني، الدراسة والتأني. واضح؟ أيضا يجب على الأخصائي أن يساعد الجماعة على النمو في حدود ماذا؟ القدرة اللي احنا قلناها، والخبرة والطاقات والإمكانيات وأيضا الرغبات، وأيضا لا يتم ذلك بنجاح إلا عن طريق إيه؟ الدراسة المستمرة. لمين؟ للجماعة وأعضائها. ولذلك من هنا بيبرز أهمية مبدأ الدراسة المستمرة دائما. مبدأ الدراسة بيعرفنا عن الرغبات المتجددة، لأنه دائما الحاجات والرغبات إيه؟ متجددة وليست ثابتة. ما نرغبه اليوم قد لا نرغبه غدا، وما نحتاجه غدا قد لا نحتاجه اليوم. واضح؟ فهذه أمور متغيرة، فلذلك تستند إلى ماذا؟ لمعرفتها إلى مبدأ الدراسة المستمرة للجماعة وأعضاء الجماعة. فهمنا مبدأ الدراسة المستمرة؟ واضح؟ أظن يعني واضح، يعني وضوح الشمس. تمام. ننتقل إلى مبدأ آخر، في معنى وقت لسه ما زال. نعم، ننتقل إلى مبدأ التفاعل الجماعي الموجه، وهذا مبدأ من مبادئ خدمة الجماعة، تفاعل الجماعي الموجه، وهذا يعتبر مهارة لابد للأخصائي أن يعرف هذا المبدأ جيدا، فلذلك هذا يعتبر مصدر الحيوية اللي بتسير الجماعة. ولذلك من خلال اسمه بنقول التفاعل، تفاعل بين أعضاء الجماعة، لأنه لا يمكن أن تنمو الجماعة إلا من خلال التفاعل المستمر بينها، يعني بين أعضاء الجماعة. وهكذا، وهذا المبدأ بيساعد الجماعة على النمو والتغير، ولذلك هذا التفاعل هو بيكون تفاعل بين مين؟ بين أعضاء الجماعة ككل، بين أعضاء الجماعة ككل، وبينهم وبين مين؟ الأخصائي. واضح؟ وهكذا. طبعا احنا بالنسبة دائما بنكثر من الأنشطة، والأنشطة هذه هي مصدر من مصادر التفاعل بين أعضاء الجماعة. الهدف من النشاط احنا قلنا ليس الفوز، ولكن الهدف هو غرس القيم الاجتماعية لدى الممارسين، لدى أعضاء الجماعة للنشاط.
فلذلك من هنا بيحدث إيه؟ نوع من التفاعل بين أعضاء الجماعة. من خلال التفاعل بنركز على ماذا؟ على السلوك الخاص بأعضاء الجماعة، غرس السلوك، التعاون، احترام القانون، المشاركة، التفاعل، الديناميكية، هكذا. هذا الهدف من النشاط. فلذلك هذا تطبيق لمبدأ التفاعل الجماعي، اللي هو استخدام النشاط كوسيلة من الوسائل ممكن يعني النشاط تمارسه الجماعة من أجل تحقيق اللي هو مبدأ التفاعل الجماعي. وهذا التفاعل الجماعي بيكون موجه من أجل ماذا؟ تحقيق أهداف الجماعة وأعضاء الجماعة في غرس القيم والسلوك الإيجابي لدى الجماعة وأعضاء الجماعة. هذا كل هدف من اللي هو مبدأ التفاعل الجماعي. طبعا احنا ما بهمناش انه مين اللي فاز هذا او ذاك، وعملية الصراع والنزاع والمشكلات يعني اثناء ممارسة النشاط هذه بنحاول ان نحد منها عند ممارسة اعضاء الجماعة لانشطتهم المختلفة. فلذلك من هنا اخصائي الجماعة ليه ان يراقب ويوجه التفاعل بما يحقق ماذا؟ التماسك والبناء بين والبناء داخل الجماعة. فلذلك هذه مهمة جدا من مهمات الأخصائي الاجتماعي، اللي هي مراقبة الجماعة أثناء ممارستها للأنشطة وتفاعل الأعضاء مع بعضهم البعض، بحيث يكون جميع أعضاء الجماعة متماسكين ومترابطين ويحدث بينهم التعاون، وألا تكون هناك صراعات يعني جانبية بين أعضاء الجماعة. واضح؟ طيب، كل هذا من أجل مساعدة الجماعة على النمو والتقدم. على الأخصائي أن يعمل أيضا على زيادة التفاعل والإكثار منه بين أعضاء الجماعة، وألا يقلل من هذا إلا حسب الحاجة، حسب الرغبة لأعضاء الجماعة. ليه؟ لأهمية هذا النشاط. لذلك لا تتم عملية النمو للجماعة وأعضائها إلا عن طريق ممارسة الأنشطة وإحداث التفاعل الجماعي الموجه، تفاعل الجماعي الإيجابي الموجه. ولما نقول موجه بيكون تفاعل إيجابي بين أعضاء الجماعة. طبعا يعني الأخصائي بيبقى سعيد عندما يتفاعل أعضاء الجماعة مع بعضهم البعض عند ممارستهم للأنشطة المختلفة، ولا يتدخل إلا عند اللزوم، إذا لاحظ هناك مشكلات بين فرد وفرد آخر، إذا لاحظ بعض الصراع بين أعضاء الجماعة إلى غير ذلك، إن عليه أن يتدخل ليحد من ماذا؟ من السلوك العدواني الذي قد يظهر من بعض أفراد الجماعة، ويشجع الأعضاء المنطوين على أنفسهم بالمشاركة في الأنشطة، لأن النشاط يعتبر علاج للعضو المنطوي على نفسه. ولا على الأخصائي أن يعرف ما هو النشاط الذي يرغب فيه العضو المنطوي حتى يشركه في هذا النشاط، وهنا يستطيع يعالج مشكلته وهي العزلة أو الانطواء عن أعضاء الجماعة. خلاص يكفي إلى هنا، ونكمل باقي المبادئ إن شاء الله في المحاضرة القادمة. في أي سؤال في هذه المحاضرة في المبادئ اللي ذكرناها؟ الامتحان حسب ما هو موضوع عندك في الخطة اللي وضعناها، وضعناها في الخطة احنا موجود، لكن إذا حدث تغيير الامتحانات النصفية حسب نظام الجامعة أو مواعيد الكلية فنأخذ بمواعيد الكلية التي تحددها، أو الجامعة إذا حددت لنا مواعيد الامتحانات النصفية. أما نحن إذا تركوا الأمر لنا فالموعد موجود عندكم في الخطة التي تم توزيعها مع بداية الفصل الدراسي الثاني. طيب، في أي سؤال آخر؟ طيب، إلى هنا ننهي هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة. إلى أن نلتقي لكنا مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.